افتتحت بمسرح محمد السادس بمدينة الدار البيضاء فعاليات المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي للدار البيضاء بتنسيق مع المركز السينمائي المغربي تحت شعار السينما قبل وبعد الثورات العربية، وهو شعار دال يستحضر ربيع الثورات العربية المتواصلة. وتكرم الدور السادسة من المهرجان الممثل المغربي هشام بهلول والمخرج المصري سمير سيف، أما ضيف شرف المهرجان فهو النجم حسن حسني. وقال مشتري مدير المهرجان عن الجديد الذي تحمله هذه الدورة: المهرجان الدولي في القصير والشريط الوثائقي اللي كينعقد ما بين 15 و19 يونيو 2011 تحت شعار السينما قبل وبعد الثورات العربية، غيتم فيه تكريم هشام بهلول والمخرج السينمائي حسن حسني، بالإضافة إلى أن هناك وجود ضيوف شرف حسن حسني ومدير عميد المعهد العالي للسينما بالقاهرة ومخرج فيلم بونسواري، ثم الممثلة السورية نيمة مراد، ثم هناك مخرجة سينمائية من لبنان. النجم المصري حسن حسني ضيف شرف المهرجان عبر في تصريح عن سعادته واعتزازه بتواجده في مدينة الدار البيضاء التي يحبها كثيرا، وأضاف: فرحان حاسس ان انا فزت عالي، انا قلت بحب الشعب المغربي قوي عشان عارف ان هو بيحبني قوي بحبك انت كمان. بينما أشار الفنان المغربي الممثل الشاب الصديق مكوار إلى ملاحظة واضحة، معتبرا أنها لمفارقة عجيبة أن تنعقد هذه الدورة تحت شعار السينما قبل وبعد الثورات العربية، ويحتفي المهرجان بالفنان المصري حسن حسني الذي كان من أكبر المعارضين للثورة في مصر، وأضاف: هذا المهرجان يحمل شعار السينما ما قبل وبعد الثورة العربية، ومن المفارقات أن حسن حسني كان من أكبر المعارضين للثورة المصرية، وأنا ذا تساؤل كبير. كانت ميزة المهرجان وصباغ حين استقبل الأستاذ عبد العزيز مخيون، وأتذكر جيدا حينما صافحته وحييته على مجهوداته في إطار حركة كفاية ومن أجل نضالي، وأتذكر مفارقة غريبة جدا حينما قال لي بلسان الواثق أن التغيير قادم. بدوره عبر المخرج المصري سمير سيف عن سعادته بالتكريم في مدينة الدار البيضاء وفي بلده الثاني المغرب، وقال لإذاعتنا: هذا التكريم يمثل لي عدة أشياء. أول شيء أن هذه أول مرة لي أزور فيها المغرب، فكان هذا أمر طبعا جميل، لأني سمعت كثيرا عن جمال ودفء مشاعر أهل المغرب. ثاني شيء، هذا أول تكريم لي خارج بلدي، فده شيء مهم جدا. ثالث شيء ان كازابلانكا يعني مدينة ذات شهرة عالمية، فمن هنا ان يكون اول تكريم لي خارج بلادي في مدينة كازابلانكا، فده شيء يعني يشعرني بالسرور وبالفرحة الغامرة.